بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحب الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا السابع لنتابع منافسات سن اللقاية وهذا الملتقى الجميل لشعارات الشيوخ المتواصلة على أرضية ميدان التحدي، لنشاهد ونتابع هذه الشعارات المتواجدة المنطلقة بأسماء كبيرة حضرت لأجل الناموس والمنافسة والإبداع مع هذه الانطلاقة المميزة. أول المراكز نبدأ مباشرة مع انطلاق المقدمة لنتابع شعار هجن الغرافة على المركز الأول مع انطلاق وتقدم نوف على أول المراكز. تعود الملكية لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني والمدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يتابع نوف بعملية التضمير. المركز الثاني النقلة مباشرة لانطلاقة وتقدم شمعة، تعود الملكية الهجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير من يتابع لنا شمعة بعملية التضمير. المركز الثالث التقدم من الوجبة، تعود الملكية الهجن الشحانية تابع سلطان بن محمد الوهيبي بعملية التضمير. النقلة إلى المركز الرابع، رابع المراكز هذه وعد، تعود الملكية الهجن الشحانية تابعها حمد بن علي بن حلفان بعملية التضمير. والمركز الخامس التقدم مشاهدينا الكرام من قبل غزيلة، تعود الملكية لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد النيان وأحمد بن خلفان المزروعي من يتابع لنا انطلاقة الغزيلة بعملية التضمير. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط، وخلف الخمس أسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء والانطلاق معنا بمسيرة هذا الشوط. أعود إلى المركز الأول لأستجد النداء مع انطلاقة المقدمة والصدارة لأتابع نور على المركز الأول. الله يا نوف، اسماء من ثلاث حروف، هذه هي نوف المنطلقة والمتواجدة. تعود الملكية لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، يتابع لنا نوف ويتابع لنا الشعار الغرفاوي المضمر سالم بن عامر المدهوشي، مدهش المضمرين يقدم لنا هذا الانطلاق الجميل والقيادة الجميلة والرائعة والسيطرة على زمام الأمور. المركز الثاني التواجد مشاهدين الكرام من قبل شمعة على ثاني التحديات تحمل الرقم 2 تتواجد على المركز الثاني. تعود الملكية الشحانية اتابعها بالتضمير حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث اللي تسللت إلى المركز الثاني بهذه اللحظات تقدمت الوجبة، تعود الملكية لجي الشحانية تابعها سلطان بن محمد الوهيبي. والمركز الثاني أيضا تغير من قبل غزيلة لسمو الشيخ هزاع بالسلطان بن زايد النهيان أحمد بن خلفان المزروعي من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثالث القادمة بهذه اللحظات والغدوم من شعار هجن الشحانية برفقة الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا القدوم من أحد الأسماء المميزة المتواجدة بمسيرة هذا الشوط وهذه الانطلاقة مع تقدم غزلان على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع تواجد وعد لهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان. المركز الخامس الوصول لأول ندى، احتفال احتفال احتفال، وصلت لأول ندى، تقدمت بهذه اللحظات احتفال أو هذه شديدة. تعود الملكية الهجن الرياسة المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا شديدة من وصلت بهذه اللحظات وتقدمت مع دائرة الأسماء الخمسة الأولى. أعود
أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة لأتابع نوف، نوف على الصدارة، نوف على المقدمة مع الشعار الغرفاوي المتواجد مع القيادة ومع أيضا تقدم نوف. الله يلا يا أهل الغرافة، نوف مع الصدارة مع المقدمة والقيادة تحمل لنا هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سالم بن عامر المدوشي من يتابع حاب التضمير. ولكن تقدمت بهذه اللحظات، انطلقت غزلان بدأت تغازل الصدارة مع مجريات الكيلومتر الأخير لتذهب بالسيارة مع هذه الانطلاقة الجميلة ومع تقدم شعار هجر الشحانية. ولانضم رسالة بن فاران، وصلت شديدة، وصلت شديدة وتواجدت بهذه اللحظات مع المركز الثاني، تعود الملكية لهجن الرياسة والتضمير لدى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الله أرى الانطلاق، أرى الأداء، أرى التميز من قبل المركزين الأول والثاني. ما زالت غزلان على الصدارة شديدة على المركز الثاني، الشعارات القوية، هجن الشحانية، هجن الرياسة، هجن الرياسة، هجن الشحانية. ولكن ما زالت غزلان هي ملكة الميدان، متواجدة على القيادة على الصدارة، متواجدة مع الناموس، متواجدة مع التتويج. إذا نهني هجن الشحانية على هذا الفوز المستحق وعلى تقدم غزلان ومع المركز الأول. سلام وتحية واحترام لهجر الشحانية، والثاني للمضمر سالم بن فاران المري الذهبي من قدم لنا هذا المسمى بعدما قدم لنا أقوى في أول أشواط هذا اليوم. الثاني والتبريكات. المركز الثاني شديد الهجن الرياسة، المركز الثالث كان الوصول من قبل غزيلة لسمو الشيخ هزاب سلطان بن زيد النهيان. المركز الرابع وصلت نوف لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. المركز الخامس وصلت طواري لهجن العاصفة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهد المنافسة التي دارت ما بين الأسماء الحاضرة، وكانت غزلان هي ملكة هذا الميدان بانطلاقتها في هذا الشوط الذي قضى قبل قليل، وكانت هي صاحبة الكلمة والمتوجة بهذه المسيرة الجميلة والرائعة والمميزة. نذهب حضراتكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول غزلان إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بتوقيت زمني وقدره 7:31.44. الثاني تبكى الهجة الشحانية، والثاني رسالة بن فاران المري شديدة وصل على المركز الثاني. توقيتها الزمني 7 دقائق بلا شك، 35 ثانية وجزئين من الثانية. ثاني التبريكات لهجن الرياسة، والثاني المضمر محمود بن محمد ألوهي. بالمركز الثالث كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام الغزيلة، توقيتها الزمني 7 دقائق. سبع دقائق 41 جزئين من الثانية. الثاني التبريكات نزفها لمالك الغزيلة سمو الشيخ هزاب سلطان بن زيد النيان، والثاني لأحمد